الأول مساء الخير عليكم جميعا كل السادة المتابعين. ثانيا، أنا شايف ظاهرة كده اليومين دول على الفيسبوك وفي الشارع وهنا وهنا، والكلام ده للحريم. خدوا بالكم من كلمة الحريم ده. الحريم بقى الفاضي اللي قاعد يقول لك ايه، جوزي خاني، جوزي مشي مع بنت الجيران، جوزي وفي الأسانسير ركب وبص البنت مش عارف ايه. تمام، صدقوني والله العظيم لو الراجل بص لحد فأكيد لقى الحاجة اللي هو ما لقاهاش في مراته في الحد التاني ده. طب أنا شفت حاجة غريبة خالص، ده اللي لفتت نظري. في واحدة بتقول لك إيه، جوزي ده لو شاف أي حاجة فيها روح يجري وراه. طب ما تخلي أنت عندك روح عشان يجري وراك أنت، ما تستنهوش وهو داخل من على الباب ورك 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 لما قرفتي امه بيدور عليها ما بتقولش ورك بره. والاغرب ايه بقى يا جماعه، ان في واحده برضو بتقول لك ايه، جوزي لو شاف كلب يخن فيه، او جوزي لو شاف كلب يخن معاه. تمام، اكيد برضو شاف في الكلبه اللي ما لقاهوش فيك. انت بتقولي كلام وخلاص، طب جوزك هيخونك مع كلبة ازاي الا لما يلاقي فيها الحاجة اللي ملقاهاش فيك؟ الحل في ايديك انت، صدقيني انت اللي بايدك تخلي جوزك ده ما يبصش يمين ولا شمال لما تحتويه. شوفي ايه اللي ناقص عنده واعمليه، شوفي محتاج ايه ووفره له، شوفي بيدور على ايه بره في حريم اللي بره وانت يعني وفره له. لو وصلت تروحي تسألي الكلبة اللي هو بصلها فيكي ايه احسن مني واعملي، اهي كلبة وقدرت تاخد جوزك منك يا هبلة. الله يخرب بيت الستات اللي يفكروا بالمفهوم ده، انت احسن من غيرك كتير. صدقيني انت بايدك تخلي جوزك فوق في السماء وبايدك تخليه في سبع ارض. افهمي الكلام ده، محدش هيقول له يعني هنعمل ايه. حاولوا تعدلوا من نفسكم عشان الرجالة يقربوا منكم. اه يا حريم يا بتوع الكلبة، في راجل يخون ست مع كلبة قال لما يكون الكلبة احسن منها؟ صباحكم فل، نهاركم ابيض، نهاركم سعيد.